لم يكن يتخيل أنه سوف يعثر على هذه السمكة الجميلة ذات الألوان الكثيرة والمميزة والمبهرة، وأنه سوف يبيعها بهذا المبلغ الكبير. لكن يبدو أن الحظ ابتسم لهذا الصياد السوري الذي عثر على سمكة نادرة للغاية أبهرت كل من رآها ورأى جمالها. ما هي حكاية هذه السمكة التي عثر عليها في سواحل سوريا؟ سأحكي لكم في ملخص القصة. صياد سوري معتاد على الصيد وله خبرة طويلة فيه، فهو عمله اليومي ومصدر رزقه. فجأة اصطاد سمكة غريبة وعجيبة بالقرب من شواطئ مدينة بنياس، وهي تابعة لمحافظة طرطوس على سواحل سوريا. وتفاجأ الصياد بشكل السمكة الغريب والذي يعتبر من نوع الببغاء. تعيش هذه السمكة الغريبة النادرة في مياه البحر الأحمر، حيث إن طبيعة هذه السمكة لا تتناسب مع طبيعة السواحل السورية، وتشعر بالدفء أكثر في سواحل البحر الأحمر، فهي تحتاج إلى مياه دافئة. لكن فجأة ومع التغيرات المناخية التي طرأت في الآونة الأخيرة، ارتفعت درجة حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط بقرب السواحل السورية، ووصل ارتفاعها إلى أكثر من 4 درجات، مما جعلها بيئة مناسبة لأن يعيش هذا النوع من السمك فيها. ولذلك لاحظ الصيادون في سوريا ظهور أنواع جديدة من السمك لم يروها في حياتهم، ويصل وزن هذه السمكة إلى حوالي 2.5 كيلوغرام، وهي السمكة الأولى من نوعها بهذا الحجم التي تقع في شباك الصيادين في سوريا، فتعتبر كبيرة الحجم بالنسبة للأسماك التي اعتادوا على صيدها يومياً. وعادة ما تظهر تلك السمكة بحجم لا يتجاوز 300 جرام، لكن هذه المرة كانت السمكة كبيرة للغاية. ويتميز هذا النوع ليس فقط بألوانه الزاهية والغريبة والعجيبة، ولكن أيضاً بطعمه اللذيذ، لذلك فالعديد من الأشخاص مقبلون على شرائه. وقد قام الصياد بتنظيم مزاد علني وعرض هذه السمكة للبيع للوصول إلى أعلى سعر مناسب لها في سوق السمك في بنياس. ووصل الأمر إلى أن قام واحد من التجار عندما رأى المزاد بشرائها ودفع مبلغ 500,000 ليرة للكيلو الواحد من السمك، وقام بنقلها لدمشق بسعر أعلى من ذلك نظراً لندرتها. وسوف تظهر العديد من الأنواع النادرة من الأسماك خلال فترة الصيف في السواحل السورية خلال الفترة القادمة، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية، مما يزيد من الثروة السمكية وانتعاش سوق السمك والمنتجات البحرية أمام الصيادين السوريين. وسمكة الببغاء هي من أشهر أسماك البحر الأحمر، وهي مهددة بالانقراض في هذه الفترة بسبب كثرة اصطيادها، لدرجة أنه ظهر مجموعة من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وطلبوا عدم اصطياد هذا النوع من الأسماك حتى لا ينقرض تماماً، حيث إن هذا النوع من السمك له أهمية كبرى في الحفاظ على الشعاب المرجانية الموجودة في قاع البحر الأحمر.